في بيني وبين أبويا الحقيقة صداقة عظيمة وكبيرة. كان أعز صديق لي، كنا نقعد مع بعض بالساعات نتكلم، كنا نقر. كان هو يقول لي تعالى يا محمد تعالى نقعد مع بعض نقر، فكنت أروح أقعد معاه بالساعات نتكلم. كان هو يقعد يتعشى وأقعد جنبه ونتكلم، نتكلم في حاجات كتيرة. قال لي حاجات كتيرة طبعا، سمعت منه حكم كتيرة ونصايح كتيرة. يمكن نصيحة معينة هي اللي أثرت فيا وعايش بيها الحقيقة. كان دايما يقول لي يا محمد عيش بعقلك. كان يقول على نفسه أنا يمكن إنسان مش ذكي لكن عاقل، والعقل ده هو اللي وصلني اللي أنا فيه. فيا محمد عيش بعقلك. إزاي؟ قبل ما تاكل فكر، وانت قايم فكر، لما تيجي تقعد فكر، وانت بتشتغل طبعا فكر. فكر دايما دايما، التفكير هيحميك من الغلط.